مكان يا حيوان يا كلب، بس ممكن اتكلم معاك دقيقة؟ ايه ده؟ انت ازاي بقى يا العمر؟ انت مش عارف ان انا منبه عليهم ولغي الحركة؟ عارف يا زبالة يا رمة يا عرة الرجالة، بس كنت عايزك في دقيقتين مش هعطلك. لا مش عايز اتكلم معاك، ارجع على العنبرة. ده هما دقيقتين يا راجل يا طيب يا ابن الجزمة، انت اخ فاضل حيوان يعني. انت قلت حيوان؟ ويا ابن الجزمة في الاول، وانا ما اقصدش اهانة، انت راجل اخ يعني فاضل وكريم، وجزمة قديمة واطي وعرة وقذر. عرة وقذر؟ اه، وراجل برضه مكتبك فوضوي ومهرجل يعني. ايه ايه ايه؟ انت قلت ايه؟ قلت حيوان وقذر. لا لا اللي بعديها. مكتبك فوضوي ومهرجل. انا مكتبي فوضوي ومهرجل؟ ايوه مكتبك فوضوي ومهرجل يا زبالة الرجالة يا عرة يا واطي يا ابن الجزمة. يا ابن الجزمة؟ تاني. لا عادي، بس مكتبي فوضوي ومهرجل؟ ايوه مكتبك فوضوي ومهرجل يا حلوف. انت ما تعرفنيش بقى. كده يا استاذ مكاري، ده انت اخ فاضل وحقير زبالة ابن كلب. هقتلك يا بابا نويل. ده حلو قوي بابا ريخو، خلصنا منه. يلا بقى على مكتب مخاري. هنعمل ايه في مكتب مكاري؟ نبلغ البوليس. هو في تليفون تاني غير اللي في مكتب مخاري؟ لا، ما هو الزفت ده بيلم كل التليفونات وسيبها في اوضته عشان ما نعرفش نوصل لاي حد. طب يلا على المكتب. هو اول ما بيخرج بيقفله بالمفتاح، يعني مش هنعرف ندخل. كده بقى مفيش غير ان احنا نتسلخ. نتسلخ؟ اه نتسلخ. في حد بيقرر يجيله تسلخات من نفسه؟ لا نتسلخ، لازم اقولها لك يعني باللغه العربيه، نتسلخ نتسلخ الشباك. اه فكره. طب يلا على الشباك. يلا يلا يلا.